بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والتعليق أسفل الفيديو، وهنرد عليكم في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس نتعلم فيها حل الأسئلة اللي ممكن تجيلك بكلمة واحدة أو كلمتين. السلسلة ديت بتخصك أنت، السلسلة ديت بتخصك أنت، الناس اللي هم ما عندهمش لغة، الناس اللي هي ما تعرفش اللغة أو لغتها صفر أو حتى ما فيش لغة خالص. السلسلة ديت ليك أنت بس، هخليك تحل 30 سؤال بكلمة واحدة أو كلمتين. مع بعض كده ندخل ونشوف الإشارة اللي معانا النهاردة وإزاي أخليك تحل الأسئلة اللي ممكن تجيلك عليها بكلمة واحدة أو كلمتين. أدي السينيال بتاعنا النهاردة. ترانزيتو فيتاتو الفيكولي ماسا بينو كاريكو سوبريوري 3.5 تورنولاند. ممنوع مرور العربات التي تتجاوز كتلتها الإجمالية بحمولة كاملة كام؟ 3.5 طن. العربية ديت اللي هي معلهاش الكتلة أو معلهاش رقم على طول بتبقى 3.5. الشاحنة دهيت اللي مش مكتوب عليها رقم انت على طول بتعرف ان هي ديت 3.5. اي شاحنة معلهاش رقم تبقى 3.5 طن، لكن لو مكتوب الرقم يبقى انت تمشي على الرقم، مش مكتوب الرقم انت بتخليك على 3.5 طن حتى لو مش مكتوب. طيب ايه هي بقى الكلمتين النهاردة اللي هيخلوني أحل الأسئلة اللي هتجيلي على الإشارة ديت بكلمة واحدة أو بكلمتين؟ أهي ليفيتو ترانزيتو أو تيكاري سوبريرو 3.5 طن، ممنوع مرور العربيات التي بتتجاوز كتلتها الإجمالية 3.5 طن. عندك كلمتين اتنين محتاج تعرفهم، كلمة سوبريوري وكلمة فالوري، بس مفيش أكتر من كده. سوبريوري يفوق أو بيزيد أو يتجاوز، والفالوري اللي هي القيمة أو المقدار. كلمتين اتنين بس، سوبريوري وفالوري، سوبريوري وفالوري. سوبريوري بيفوق او يتجاوز او يزيد، وكلمة الفالوري اللي هي القيمة او المقدار او الكتلة. طيب هما دول بس مفتاحين او الكلمتين اللي انت محتاج تعرفهم عشان تحل اي سؤال يجيلك على الاشارة دي. بس في حاجة، سوبريوري لو جيت معاها كلمة ترانسبورت دي بيرسوني تبقى فالصة. كلمة سوبريوري من غير كلمة ترانسبورت دي بيرسوني تبقى فيرو. أي سؤال فيه كلمة سوبريوري مع الإشارة ديت أقول له فيرو، بس لو جيت بترانسبورت دي بيرسوني نقل الأشخاص تقول له فالصة. بس دي المستثنية. يبقى في أسئلة عليها أو فيها كلمة سوبريوري هتبقى فالصة. ليه؟ لأن معاها ترانسبورت دي بيرسوني، من غير ترانسبورت دي بيرسوني تبقى فيرو. يبقى نركز مع بعضنا كده، الكلمتين هما سوبريوري وفالوري بس، لكن سوبريوري جت لوحدها هتبقى فيرو، جت معاها كلمة ترانسبورت دي بيرسوني تبقى فالسو. ما تيجي نطبق الكلام ده بقى عمل أفضل ونشوف إزاي هنحل الأسئلة ديت بكلمة واحدة أو كلمتين. أهي شوف مع بعضنا كده، ندور على كلمة إيه؟ سوبريوري أو إيه الفالوري؟ أدي كلمة سوبريوري هي تبقى فيرو. سؤال تاني، أدور على كلمة سوبريوري، ألتقى كلمة سوبريوري تبقى فيرو. سؤال 8-3، سوبريوري موجودة هي تبقى فيرو. متشغلش دماغك أكتر من كده، بس الإشارة وسوبريوري بس. أهي نشوف بعد كده كلمة الفالوري. أهي فالوري ديفيرسي فالوري، خليك مركز على كلمة فالوري. كلمة الفالوري مع العلامة ديت أو الإشارة ديت تبقى فيرو، يبقى سوبريوري وفالوري تبقى فيرو. طيب هنا مفيش كلمة سوبريوري ولا كلمة فالوري تبقى فالص. هنا مفيش كلمة سوبريوري ولا فالوري تبقى فالص. طيب هنا كلمة سوبريوري هي بس جت معاها ايه؟ ترانسبورت دي بيرسون. اهي كلمة سوبريوري اللي انا قلت لك عليها هي لو الوحيدة تبقى فيرو، لكن لو جت معاها ترانسبورت دي بيرسون لنقل الاشخاص تبقى فالص. يبقى سوبريوري مع ترانسبورت دي بيرسون تبقى فالصو، سوبريوري الوحيدة تبقى فيرو.
طيب نشوف 8 كده، في كلمة سوبريوري مفيش كلمة سوبريوري، في كلمة فالوري مفيش كلمة فالوري، تبقى فالس. أشوف سؤال رقم 9 كمان، عندي كلمة سوبريوري هي، لو لوحدها تبقى فيرو، لو جت معاها ترانسبورت دي بيرسوني تبقى فالسو. كده يبقى أنت حليت كل الأسئلة اللي ممكن تجي لك على الإشارة ديت، ممنوع مرور الشاحنات التي تفوق حمولتها 3.5 طن بكلمة واحدة أو كلمتين، الكلمة الأولى سوبريوري والكلمة الثانية فالوري، بس سوبريوري لوحدها، ولو جه معاها كلمة ترانسبورت دي بيرسوني هتقول له فالسو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.